المهندسين بيوم المهندس العراقي، حيث المهندس العراقي حقيقة عانى معانا خصوصا بعد أثناء الحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي، وخصوصا بعد عام 2003 نتيجة القرار بريمر اللي جمد عمل النقابات منها نقابة المهندسين. وبعد جهود وعناء كبير حقيقة حققنا اليوم الانتخابات في 7/3/2015 اللي مضت لمدة سنة، وفي خلال هذه السنة حقيقة جددنا ذكرى مالتها واحتفلنا بالذكرى السنوية الأولى بهذا اليوم، لكون حقيقة مأساة كثيرة مرت على المهندس العراقي نتيجة عدم وجود تعيينات، عدم وجود مخصصات هندسية، عدم وجود قطع أراضي. فالكثير حقيقة من المهندسين وجودهم في دوائر الدولة أو الوزارات وجودهم غير مهتمين به من قبل الحكومة، فلهذا خلال هذه السنة عملنا جاهدين في سبيل تحقيق ما مطلوب للمهندس، ونحن حقيقة نعمل من أكثر فأكثر من أجل المهندس العراقي. من المعروف الكوادر الهندسية العراقية لها وجود في الدول العربية وفي دول العالم، أضافة إلى وجودها الحقيقي في العراق في بناء العراق من مصانع وابتكاراته، خصوصا في عام الستينات والسبعينات والمصانع اللي عرفتوها، وخصوصا أكثر بعد في إنشاء أو تهيئة التصنيع العسكري، مشاعات التصنيع العسكري اللي هي تعتبر نفط دائم للعراق، وكل دول العالم تتمنى أن يكون هناك تصنيع أو صناعة أو تصنيع عسكري. فللأسف حقيقة السياسات الخاطئة خلال 12 اللي أتلفت واللي دمرت بنى البلد. الدكتور المهندس صبيح الغراوي، نقيب المهندسين العراقي. كل عام وأنتم بألف خير، وحياكم الله وأهلا بكم. اليوم أنتم الوفد من صلاح الدين. استاذ، تحدثنا اليوم بحضوركم الى نقابه المهندسين، وشفنا هسه حاليا اكو ابتكارات وكثير من المهندسين، واليوم هو عيدكم ومناسبتكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين. نحن نقابه المهندسين العراقيه فرع صلاح الدين، جئنا الى بغداد لمواكبة الاحتفالية ومشاركة أخواننا في بغداد بهذا الاحتفال، باحتفال يوم المهندس الذي يصادف 7/3. فنحن في صلاح الدين بعد تحريرها من الإرهاب، قمنا نقابة المهندسين العراقيين بمشاركة محافظة صلاح الدين بخطوات إيجابية التي تهدف لإعمار المحافظة التي صابها ما صابها من جراء الإرهاب. والحمد لله اليوم بعد يوم وخطوة بعد خطوة بدعم نقابة المهندسين العراقية في المركز العام في بغداد لنقابة الفرع في صلاح الدين، إن شاء الله سنتقدم نحو الأمام. المهندس نمر عاد إبراهيم، رئيس فرع صلاح الدين وكالة. شكرا جزيلا. أول شيء يوم المهندس العراقي نقول له كل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا وشكرا لحضوركم بنقابة المهندسين العراقية، ونحب نقول كل عام والمهندسين وجميع العراقيين بألف ألف خير. اليوم شفنا بعض من الابتكارات اللي موجودة منكم أنتوا المهندسين، طبعا البركة بكم، أنتوا بديتوا تشتغلون بإعمار العراق من جنوبه إلى شماله، احكينا على الابتكارات اليوم الموجودة هنا حاليا. نعم، احنا شركة كنوف الألمانية شركة مختصة بصناعة المواد البناء الجاف. فكرة البناء الجاف هي فكرة نقل فكرة البناء من البناء التقليدي اللي تستغني عن الطابوق إلى البناء الجاف من صناعة مواد الجبسون بورد وألواح السمنت بورد. نقدر نستخدم بها تقطيع داخلي وتقطيع خارجي، مواد خاصة نجهز بها مشاريع اللي احنا نفتخر انه جهزناها، مثل المدينة الرياضية تغليف خارجي جهزناها بألواح جبسون بورد. جميع المولات موجودة، جميع أغلب المستشفيات نقدر نجهز مواد خاصة تقدر تخدم المجتمع وتقدر تخدم البلد، ونقدر ننقل بنفس الوقت نقل الفكرة من البناء التقليدي إلى البناء الجاف. بالإضافة إلى شركة كناوف افتتحت مؤخرا مركز تدريبي بداخل جامعة بغداد، مركز تدريبي يدرب جميع الكوادر الهندسية والأيادي العاملة، نقدر نوفر لها فرص عمل عن طريق يتعلمون مهنة من خلال التدريب داخل جامعة بغداد.
المهندس مصطفى من شركتك نعم. اهلا شكرا جزيلا حبيبي، اهلا سلام شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لكم كل عام وانتم بالف خير بيوم المهندس العراقي. تواجدكم اليوم في نقابه المهندسين العراقيين وبعض من عندكم اصحاب شركات، جئتوا عرضتوا شغلكم واعمالكم وابتكارات في هذا اليوم، هو يوم المهندس العراقي. تحدثنا اليوم تواجدكم في نقابة المهندسين. شكرا جزيلا على تهنئتكم، واحنا بهاي المناسبة نهنئ المهندس العراقي. المهندس العراقي هو مصدر الحضارات، هم بنات الحضارات ومصدر التنمية والفكر والتطوير. المهندس العراقي يتميز بعمله من خلال تقديم ما هو سبب رئيسي لأن يكون جودة في البناء وجودة في التصميم وجودة في العمل. احنا كشركة متخصصة في معالجات الكيميائية بتوفير المواد الرصينة وبكفاءات عراقية 100%. نقدم خدماتنا إلى ذوي الحاجة في البناء والتطوير من أجل أن نبني عراقنا، عراقنا العزيز والعظيم، عراقنا المحب إلى والمحبين إلى دوما. كل عام وانتم بخير. أول شيء إن شاء الله صحة وسلامة يا ربي على هالبلد. أول شيء أنا أيضا مهندسة، فهو اليوم هم عيدي، فبصراحة ما حبيت أنه يكون عيدي وحدي، لأنه أنا منتمي أصلا فريق تطوعي، فريق إراك بلدرز، الفريق اللي المعروف اللي أنه يساعد الأيتام والفقراء، والحمد لله بدنا لحد الآن 112 سقف منزل، يعني للناس ما عندهم سقف ولا مأوى، من غير حملات النازحين، من غير حملات الطبية والحملات الغذائية وكذا، عن الحملات اللي يقوم بها الفريق. بصراحة اليوم جيت أنا كان أكو معرض ما اللي قالوا إنه أكو براءات اختراع، واللي يريد يشارك بأنه رسم، أو أنا أيضا عندي براءة اختراع، فحبيت يكون مو واحدة البراءة اللي تنعرض، بصراحة حبيت يكون عرض، يعني عرض عن الإنتاجات مال الفريق اللي أيضا أنا مساهمة بها يعني كسوق خيري، وحبيت نكون موجودين نشارك المهندسين فرحتنا، وإحنا من أيضا جزء من الفرحة هذه. شكرا جزيلا. أنا أشكرك. شكرا جزيلا.